استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في هذا اليوم في قصر أصفرية سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسمو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، حيث قدم سمو الشيخ ناصر لجلالته أعضاء فريق الحرس الملكي بمناسبة إنجازهم المهمة التاريخية بصعودهم إلى قمة جبل إيفرست بجمهورية نيبال. وفي بداية اللقاء ألقى الرائد محمد حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي كلمة شكر وتقدير لجلالة الملك المفدى. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. سيدي، إنه شرف عظيم أن يحظى اليوم فريق البحرين لتسلق قمة إيفرست بالتشرف بالسلام على جلالتكم، وأن هذا التكريم من لدى جلالتكم هو وسام الشرف لنا جميعا وموضوع فخرا واعتزاز على ما تقدمونه جلالتكم من دعم وإسناد وتكريم لجميع أبناء البحرين شتى المواقع وبكافة المجالات التي تعزز وتزرع بأبنائك قوة العزيمة والإقدام والتحدي لتحقيق المزيد من التميز والنجاح بشتى الميادين. ونحن رجالكم في وحدة الحرس الملكي رهن إشارة جلالتكم وعلى أتم الجاهزية في كل المهام التي تسند إلينا. سيدي، إن اهتمام جلالتكم الشخصي واتصالكم الهاتفي بالفريق والذي وصلت فيه رسالة جلالتكم إلى الجميع من أعلى قمة في العالم، وأن اطمئنان جلالتكم حفظكم الله على أحوالنا وسلامتنا كان لنا أكبر حافز ودافع للإنجاز لهذه المهمة لرفع راية البحرين على أعلى قمة في العالم، ولتبقي هذه الراية خفاقة بإذن الله تعالى بقيادة جلالتكم حفظكم الله ورعاكم في كافة المحافل الدولية والعالمية. سيدي حضرة صاحب الجلالة، لا يسعني هنا إلا أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لسيدي اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وإلى سيدي المقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة على اهتمامهم المباشر ومتابعتهم للفريق وتدليل كافة الصعاب التي ساهمت في إنجاز هذه المهمة. حفظ الله جلالتكم وأدامكم للبحرين ولشعبها سنداً وعزاً وفخراً. سيدي، وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره لأبطال البحرين وهنأهم على هذا الإنجاز العالمي الذي يستحق كل الفخر والتقدير، ويضاف إلى ما حققه أبناء البحرين من إنجازات مشرفة في جميع الميادين والمحافل، مؤكدا جلالته أن ما حققتموه من إنجاز ملهم ودافع للشباب البحريني لتحقيق الإنجازات الأفضل دائما. كما أكد جلالة الملك أن رسالة مملكة البحرين من أعلى قمة عالمية هي أن يعم السلام والأمن على العالم أجمع. وأشاد جلالته بشجاعة أعضاء فريق الحرس الملكي وعزيمتهم القوية التي أسهمت في تحقيقهم لهذا الإنجاز ورفع راية المملكة عالية خفاقة على قمة الجبل، معربا جلالته عن تقديره واعتزازه بما يبذله رجال الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين مع زملائهم البواسل من جهود سامية لحماية الوطن العزيز والحفاظ على وحدته ومكتسباته الحضارية التنموية، مؤكدا أيده الله أنهم درع الوطن المنيع وإنجازاتهم هي موضع الفخر والاعتزاز من الجميع. كما أثنى حفظه الله على الجهود المقدرة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ودعم ومتابعة سموهما المستمرة لكافة مراحل رحلة فريق الحرس الملكي.
ونوه جلالته بالأعمال الإنسانية النبيلة التي قام بها الفريق أثناء تواجده على الأراضي النيبالية، والتي جسدت نهج المملكة القائم على تعزيز روابط التسامح والأخوة الإنسانية، معربا عن شكره لجمهورية النيبال الصديقة على ما لقيه الفريق من حفاوة وترحيب، والذي عكس تميز علاقات التعاون والصداقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين. وتقديرا من حضرة صاحب الجلالة لجهود فريق الحرس الملكي في الصعود إلى قمة إيفرست، فقد تفضل جلالته أيده الله بأمره السامي الكريم بمنحهم وسام البحرين، كما أمر رعاه الله بإصدار طابع بريدي بهذا الإنجاز الوطني، متمنيا صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى لهم دوام التوفيق، وأن يكون النجاح حليفهم دائما في المهمات القادمة. حينما يتعلق الأمر بصناعة التاريخ، يظهر السؤال الجدلي: هل التاريخ يصنع العظماء؟ أم أن العظماء هم من يصنعون التاريخ؟ أما في البحرين، فإن شعبه العظيم هو من يسطر المجد ويصنع التاريخ ويخوض الأهوال ويصنع المعجزات. كثير من الناس يشوفونها مجرد رحلة، مجرد مقامرة. الأبعاد كبيرة وفي لها أساس، وفي لها رؤية للمستقبل، وتبني فيها أمور كثيرة. لما جاء اختيار 16 شخص لتسلق قمة إيفرست، كان أصعب خيار أو قرار بالنسبة لي. فتحنا باب التطوع لوحدة الحرس الملكي، وقلنا لهم من وده يخوض هذه التجربة. في نفس اليوم قبل لا ينتهي الدوام، 704 قدموا أنهم يصعدون قمة إيفرست، غير اللي ما وصلهم العلم، وغير اللي في وظائفهم، وغير اللي في خارج البلد يخدمون البلد. فاضطرينا نوقف باب التسجيل في نفس اليوم، وخذنا هال704، واضطريت أختار 16 شخص من خيرة الرجال. اختيار سمو قائد الحرس أنه يحطني أنا كقائد الفريق شرف لي، ويبين أن قائد الحرس يثق فيني ويثق في الفريق كله قبل حركتنا إلى النيبال. يعني من البحرين تم اختيارنا، وكانت عندنا نظرة أن إحنا مننجز هذه المهمة. واجهنا صعوبات كثيرة، بس أنا ما بغيت أكسر العزم، لأن على قدر هالعزم اللي أنا شفته في فريقي ما بغيت أني أرد منه، لأن أعطونا العزم. واجهتنا جائحة كورونا. بما أننا في 2020 كانت جائحة كورونا توها بادية، وما حد كان عارف شلون يتصرف مع الأمور الاحترازية أو السفر أو الأمور التسلق حتى في النيبال. فقرروا الحكومة النيبالية أن هم يصدرون لنا تصاريح حق التسلق، وإحنا كنا محظوظين أن إحنا كنا الفريق الوحيد اللي استلم تصاريح حق التسلق في 2020. قالوا بما أن هم يمثلون دولة وهم يمثلون جهة رسمية، إحنا بنصدر تصاريح حق التسلق. طبعاً في 2020 كانت أول مرحلة لنا حق قمة إيفرست، والمرحلة الأولى كانت إن هي المرحلة التدريبية اللي إحنا بنصعد فيها لبوتشي إيست على ارتفاع 6100 ومناسلو اللي هو ثامن أعلى جبل في العالم. وعلى ضوء التدريب في 2021 نتسلق جبل إيفرست. من عقب ما خلصنا رحلتنا، وزارة السياحة في النيبال درست طريقة حركتنا ووصولنا، فحوصات البي سي آر، الحجر في الفندق. فمن عقب الرحلة كاملة درسوا الموضوع وقالوا أن في 2021 منرد نفتح التصاريح حق الجميع المتسلقين، بس بشرط أن احنا نمشي على نفس نظام الفريق البحريني اللي تسلق مناسلو ولابوتشي في 2020. احنا كجنود لمملكة البحرين كلنا شرف نخدم الراية اللي على أكتفنا، لأن مهمتنا اليوم هي رفع الراية
سواء كانت في مغامرة أو سواء كانت في الحرب. فهذا اليوم واجبنا الوطني اللي احنا نقوم به، ولكن هذا واجب أي كل مواطن في مملكة البحرين. جميع المواطنين اليوم أثبتوا هالشيء هذا، إن عشان هذا العلم نقدر احنا نسوي المستحيل. استلامي حق الرايات في الحرس الملكي كان يوم عظيم، كنت يعني كلي فخر وأتشرف أني أنا استلمت هذين الرايات، ويعني نيابة عن الفريق بعد أن إحنا كلنا كنا فخورين وكنا مستعدين حق هاي المهمة. جبال الإيفرست الساحرة معشوقة الهواة والمغامرين الذين دفعوا حياتهم ثمناً لبلوغ قمتها، وهي إحدى قمم جبال الهيمالايا العظمى التي تقع في جنوب قارة آسيا على الحدود بين النيبال ومنطقة التبت الصينية، ويصل ارتفاع جبل إيفرست إلى 8850 متراً، وهو أعلى جبل في العالم وأعلى نقطة على سطح الأرض، وتشبه قمة إيفرست الهرم الثلاثي الجوانب، حيث أن لها ثلاث جوانب مسطحة تقريباً، وتغطي هذه الجوانب الأنهار الجليدية والجليد، وقد تصل درجة الحرارة عليها إلى سالب 60 درجة مئوية في شهر يناير. اليوم تشتعل شرارة انطلاق فريق البحرين لبلوغ هذه القمة بكل جدارة واستحقاق، بعد خوض التدريبات والاستعدادات لعام كامل يحدوهما الأمل والإصرار والإلهام. قائد لا يؤمن سوى بخيار واحد لا سواه، وهو النصر. مواجهين في ذلك أخطار الطقس وطول المسافة والارتفاعات والرياح وذوبان الجليد، والتي لم تكن لتؤثر على عزيمتهم وهدفهم المنشود. فكنت أنا على طول معهم في متابعة، متابعة تحركاتهم ومتابعة تقدمهم. ولكن يوم صار أنه باقي يوم واحد ويوصلون القمة، وصلوا إلى مرحلة يسمونها كامب فور أو المخيم الرابع، كلم جلالة الملك وقلت له طول العمر بكرة إن شاء الله الفريق على قمة إيفرست بين الساعة 3 الفجر إلى الساعة 5 الفجر في هالحرب هذه. فقال لي جلالة الملك الله يوفقهم إن شاء الله وخبرني قبلها عن تقدم. فهني في آخر 24 ساعة جلالة الملك الله طول عمره تقريبا يعني كل ساعة أو أقل كان يتصل ويسأل عنه. أنا كنت متواجد في كامب فور. كامب فور هو المخيم الأخير قبل وصول إلى القمة، تقريبا يبي لنا 12 ساعة من كامب فور إلى القمة. وياني اتصال من بيس كامب على الجهاز اللاسلكي، واحد من المجموعة كان ينسق ويانا فوق هناك، وكلمني بالجهاز خبرني قال لي إن سمو الشيخ ناصر يحتاجك تكلمه ضروري الحين، وطلع تلفون الساتلايت واتصلت في سمو الشيخ ناصر وخبر سألني قال لي ساعة كم توصلون القمة. فاحنا سوينا الحاسبة، قال لي أنا بعرف التوقيت في البحرين، فسوينا الحاسبة وذي طلع أن الوقت أن الساعة 5:45 توقيت البحرين بنوصل القمة. فقال لي بس خلاص جلالة الملك بيكون في انتظاركم، وأول ما توصلون تتصل علي علشان نايب يكلمكم ويبارك لكم. أنا قلت حق سمو الشيخ ناصر أنه ترى يعني مسامحة سيدي، بس ترى التلفون باقي حبة واحدة ويبند، وما أعرف إذا أنا أقدر أضمن هالاتصال أو لا، لأن في الارتفاعات العالية ويا نزول درجة الحرارة كنا تقريباً سالب 30، البتري عادةً ما يدوم في هالدرجة الحرارة. فقلت له أنا ما أقدر أضمن الاتصال، بس بحاول كثر ما أقدر أن أنا أخلي التلفون في مكان دافي علشان أقدر أسوي ذاك الاتصال. قال لي إن شاء الله. فطول الفترة من كامب فور إلى القمة تقريباً 12 ساعة، الشيء الوحيد اللي يدور في بالي أن إن شاء الله التلفون ما يبند. كلم جلالة الملك الله طول عمره الساعة 3 الفجر وقال لي تعال عندي وخلك عندي عشان لو وصلوا القمة في أي لحظة تعطيني التلفون.
هلا 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 بالشجعان. الحمد لله يا سيدي. كيف ربعك؟ كلهم بخير الله يسلمك، كلهم بخير. الحمد لله وصلنا حاليا في اعلى قمه في العالم. رافعين علم البحرين ورايه الحرس الملكي والقياده العامه. على كل حال يعني كل بحريني وبحرينيه يفخرون بانجازكم. ما تقصر طال عمرك، تسلم طال عمرك. على كل حال رسالتنا ان يكون عيد مبارك ان شاء الله على الجميع. علينا وعليك طال عمرك، وان شاء الله ان السلام يعم في العالم اجمع. الله يسلمك الله يسلمك. وهذه رسالتنا من اعلى قمه في العالم، قمه ايفرست. تسلم طال عمرك، مشكور ما قصر. شكرا، ما نبي نطول عليك، سلم على جماعتك وربعك. يبلغ ان شاء الله، يبلغ ان شاء الله. ونشوفكم قريب في البحرين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. فهذه اللحظه كانت يعني بالنسبه لي ما توصف. الحمد لله جاءت الملك ما التفت علي وهو يتكلم، لان لازم اعترف لكم ان يعني الواحد دمعت عينه. وهذا الشخص الواحد هو انا طبعا، يعني ما كان يعني وضع أشوف إخواني في القمة وصلوا إلى مرحلة كانوا قد أنهم يخسرون حياتهم، وكانت يعني مغامرة جدا جدا عالية، بس حكم ثقتنا فيهم ارتحت جدا يوم سمعت صوت محمد يكلم الملك ويبشر أن الجميع بخير. اتصال جلالة الملك من أعلى قمة في العالم كان أكبر شرف لي وللفريق، وكانت مفاجأة وايد عودة بالنسبة لنا، والكلام اللي انقال بالتلفون فوق أعلى قمة في العالم إنه كان يبارك لنا ويبارك حق الفريق ويعيد علينا في نفس الوقت. والرسالة اللي كان بيوصلها حق العالم كانت رسالة وايد مهمة، والحمد لله أوصلت حق العالم إن السلام يعم العالم كله. واحنا كنا وايد فخورين بهالاتصال، وعطانا دافع ومعنويه حق النزول الى بيس كامب. هي ما تقف عند بس صعودنا لاعلى قمه في العالم، هذه مجرد اثبات ان احنا ما يردنا شيء، ولا اصعب شيء في العالم يرد البحريني من رفع رايته. نكرر مره ثانيه جاهزيتنا كحرس ملكي للقيادة، إن النبذة البسيطة اللي أرسلناهم بأصعب المهام في العالم جاهزين لتحقيق أي مهمة، وجاهزين كشعب بحريني نخبر قيادتنا إن عشان هذا العلم نقدر نصنع المستحيل.
وهم ما راحوا فقط يتسلقون الجبال، هم كانوا خير سفراء لمملكة البحرين. قررت على ضوءها الحكومة النيبالية بتسمية جبال بحرين رويال بيكس بسبب فعل ربعنا بالأعمال الإنسانية اللي حنقومها. في قرية صغيرة تعيش في ظل بحرين رويال بيكس أو جبال البحرين، قدمنا لهم يد العون والتنسيق مع الحكومة النيبالية، يعني حنقدم لهم التطعيم. فهذا بعد شيء قاموا به بعمل إنساني، هذه زيادة على الضغط النفسي اللي هم يواجهونه وأنهم يصعدون هذه القمة. البحرين لأجلها، لأجل قائدها وشعبها، لأجل كل من يسعى جاهداً في كل يوم لكي يكون شخصاً مؤمناً بأحلامه وطموحاته، استثنائياً بعطائه وإنجازه، ومستعداً بأتم الاستعداد لأن يخوض المستحيل لأجل وطنه. لك أنت يا بحرين هذا الإنجاز.